استضافت سرايا نسيب باشا في البرامي شرقي صيدا حشدا من الفعاليات الاجتماعية والسياسية وسيدات الأعمال والمجتمع الذين قدموا من مختلف المناطق للمشاركة في حفل الغداء الخيري الذي أقامته رئيسة جمعية أعطي الطفل لعبة السيدة ليلى شرف دعما لأهداف الجمعية ونشاطاتها الخدمية والصحية. وشكر شرف في كلمة لها أسرة نسيب باشا لمساهمتها في دعم أطفال لبنان واستقبالها مختلف نشاطات الجمعية من دون أي مقابل، متوقفة عند تقديمات الجمعية للأطفال المحتاجين. جمعية أعطي الطفل لعبة هي جمعية إنجليزية لبنانية لا تتوخى الربح، قدمت الألعاب للأطفال سنة 85 عند تأسيسها بعد الحرب، ومن هنا اتخذت اسمها الرمزي أعطي الطفل لعبة. من بعد افتتحنا 12 مكتبة بجميع المحافظات، ومن خلال المكتبات اتجهنا للجانب الصحي والخدماتي. أنشأنا مشروع النظر والسمع Ear and Eye Project، وقدمنا 1200 سماعة ديجيتال، 4200 نظارة طبية، 190 عدسة لاصقة هابتيك لينس. افتتحنا قسم خصوصي لتقويم النطق Speech Therapy، ولحد هلأ تعالج عنا 439 طفل صار نطقهم سليم 100%. أنشأنا أقسام للأطفال المبكري الولادة Neonatal Intensive Care Units تضم 45 كوفرز مع جميع مستلزماتها. ولفتت شرف أن تقديمات الجمعية شملت توفير حاضنات النقالة لسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني.